الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومنجدنا ومرشدنا وهادينا مصطفانا جدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين، أهل بيته، أزواجه، وعترته، وأنصاره، وأتباعه، ومحبيه، رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم ثم إلى حضرة شيخنا وكتبنا مربينا وولينا الشيخ مالك الدينار القرشي، وأتباعه وأتباعه وأنصاره وجنده وحزبه، رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم ثم إلى حضرة شيخنا وكتبنا مربينا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى حضرة الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره، وإلى حضرة شيخنا كتبنا تاج الهند خاجة معين الدين الجستي النجمير السنجري قدس الله سره العزيز. اللهم صم إلى حضرة شيخنا قطبنا السيد شريف المدن الأولالي قدس الله سره العزيز، خصوصا منهم إلى حضرة شيخنا قطبنا مربينا جدي السيد حسن السقاف قدس الله سره، وعبد الله السقاف، والصوفي الشهيد الإرمادي قدس الله أسرارهم. اللهم صم إلى حضرة شيخنا كتبنا مربينا وأستاذنا الشيخ عبد الرحمن البخاري تاج العلماء قدس الله سره العزيز. اللهم صم إلى حضرات مشائخنا ومشائخ مشائخنا. اللهم صم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم زدهم فضلا على فضلهم لديك، أفض علينا، أفض علينا، أفض علينا وعلى حوالينا وعلى هذا المجلس من فيولاتهم وأسرارهم، وأمدنا بمددهم وانصرنا بنصرهم واحمينا بحماياتهم يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ، لا حفظ إلا حفظ لك يا خير الحافظين. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا واحفظ من أوصانا. اللهم احفظنا واحفظ من حضرنا في هذا المجلس من الآفات والآهات، ومن شر الساهرين، ومن شر الحاسدين، ومن شر الدهريين.
وسمن شر شر أنت آخذ بناصيتها إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله